أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول كيف يعرف علماء السوء من علماء الأمة؟ يعرفون بمذاهبهم وأقوالهم، من كانت أقواله موافقة للكتاب والسنة وكان يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة في عقيدته في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويؤمن بالقضاء والقدر، يؤمن بأركان الإيمان الستة، يؤمن بأركان الإيمان الستة، ولا يحكم على المسلم العاصي بالكفر إذا كانت معصيته دون الشرك، لا يحكم عليه بالكفر بل يحكم عليه بالفسق وضعف الإيمان أو نقص الإيمان، ولا يخرجه من الدين إذا كان يعتقد هذه العقائد الموافقة لعقائد أهل السنة والجماعة فهو منهم. نعم. وإن خالفهم في شيء منها فليس من أهل السنة والجماعة، إنما يكون من أهل الضلال. نعم.